السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير. حياكم الله جميعا. الصوت واضح؟ زين، ممتاز، الحمد لله. يا أهلا، أولا أرحب فيكم وأرحب بالجميع اللي حضروا معنا الأسبوع الماضي واللي يحضرون معنا إن شاء الله الليلة والباقي الأيام. نسأل الله الحين وإياكم حياة طيبة ويوفقنا وإياكم للزين والصالح والعمل الزين الطيب. طيب، نشر الحضور 51 إن شاء الله في ازدياد، إن شاء الله التوفيق تيسير. نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد. في صوت؟ إلا في صوت، ممتاز، حلو، ما دام تختلفون معناه في صوت. طبعا بدأنا الأسبوع الماضي الحمد لله على التيسير المحاضرتين الأسبوع الماضي، تحدثنا فيها بالعموم عن فكرة المادة والكتاب والأسلوب اللي بننتهجه والأفكار اللي حول المادة عموما وحولكم أنتم وحول مادة إدارة التغيير والتطوير التنظيمي. ويمكن الزملاء اللي فاتتهم أو ما حضروا يقدرون يرجعون للتسجيل ويستمعون للتفاصيل بإذن الله تعالى، بيجدون فيها إن شاء الله كثير من الإجابات اللي تبادر لأذهانهم بإذن الله. أرجع وأؤكد في كل مرة زي كل مرة بأكد على نقطة مهمة جدا، أننا إحنا هنا نشترك في طلب العلم، نشترك في هذه المادة القيمة اللي نسميها إدارة التغيير والتطوير التنظيمي، اللي أهم عنصر فيها العنصر البشري اللي هم إحنا. فمتى ما نجحت أنت في تطوير نفسك نجحت في تطوير كل شيء حولك بإذن الله. طبعا نبتدي إحنا للحديث عن الجانب التنظيمي في المنظمات والجانب التطوير في المنظمات، والإنسان أنا أعتبره من أعظم المنظمات. طبعا قلنا الكتاب كتاب يوسف دجيل نزلناه في المنتدى وموجود معي، نشرح منه ونغطي اللي نستطيع على حسب الاحتياج للماده. طبعا كتاب كبير جدا نغطي له جزء ان شاء الله يعني معقول منه مبواجد. الامر الاخر قلنا المطالبين فيه في المحاضره نفسها، لن يكون في شيء من خارج المحاضره، فتابعوا معي في الكتاب اللي بيتابع والشرح. لست مسؤولا عن أي تفريغات اللي تسمونها تفريغات، هذه أنا ماني مسؤول عنها، ولا أحد يسألني عن إذا تفريغ فلان وفلان المعتمد، لا ما يعنيني هذا الشيء. طيب، نبدأ على بركة الله. نبدأ بتعريف التغيير والتطوير التنظيمي. طبعا ذكرت لكم قبل أنكم أنتم مطالبين بأسماء العلماء هؤلاء ولا أبدا ما حد طالب منكم حفظه، خلي كل واحد يشوف في حفظ اسمه واسم اللي يعرفهم. ثم هذول العلماء أنا أبغاك تفهم تستوعب المادة، يكون عندك القدرة على تقديم نفسك، تقديم العلم اللي أنت تملكه للآخرين. طيب، الصوت واضح صحيح؟ هذا الشكوى وعد النت يا جماعة الخير ما لنا فيه حل. فيهمني تماما تقدم نفسك، تقدم العلم، تقدم قدراتك، تقدم إمكاناتك، تكون مرجعية في العلم اللي انت تملكه. إدارة أعمال مستوى ثامن الآن، في بعضكم مستوى سابع أو سادس أيا كان، عموما بعد العمر هذا تقدم له مرجعية. المفترض أن يعامل نفسه كمرجعية فيما يخص مواد إدارة الأعمال أو في علم إدارة الأعمال. إذا وجدت نفسك فيك ضعف ولا ما عندك المرجعية هذه، في مجال أنك تعيد تطوير نفسك، تقرأ من جديد كتبك اللي عندك، الملازم اللي موجودة عندك. الأهم أنك موجود هنا لطلب العلم. طيب، فمهم عندنا، بس ارفع صوتك شوية، الله يسعدك ويسعد الجميع. ما نقدر أكثر من كذا بعدين يطلع إشكالية صراخ. طيب، احنا تكلمنا المرة الماضية عن لماذا تغيير التطوير التنظيمي، لماذا هي مهمة، ماذا يحصل، كيف عانت بعض المنظمات، كيف سقطت بعض الشركات الكبيرة اللي كانت مذكورة بالاسم وكانت احدى قيادات السوق وعندها ماركت شير كبير جدا او نقول حصة سوقية ضخمة، كيف تلاشت وسقطت واصبحت على قولتهم اثر بعدين. طيب، خلينا نجي لتعريف التغيير التطوير التنظيمي. اول التغيير التنظيمي،
لا خليني اقول لك نقطة مهمة جدا لازم تستوعبونها زين كطلبة علم، ألا وهي أنا لما نتكلم عن التعريف تجد تعريف رياض، تعريف سلمان، تعريف سمية، تعريف مشاعر، تعريف بشرى، تعريف خالد، وتعريف طال عمرك بيكار، وتعريف أحمد طاهر. التعريف هذه كلها تدور في إطار قريب من بعض. جميل. التعريف هذه أنت عندما تستوعب الفكرة والمادة يكون عندك التعريف واضح، لأنه يغطي، يسمونه تعريف جامع مانع، يغطي أهم التفاصيل أو الكلمات المفتاحية في هذا العلم. جميل. لذا الحفظ نصا، إذا عندك وقت تحفظ شيء نصا فعليك بالقرآن الكريم قولا واحدا. يقول لي حفظها غيب، حفظها صم، والله اللي بيحفظ غيب حفظ صم الله يقوي، لكن أظن الطريقة الأسهل والأقصر والأسرع والأعمق يا أخي تفهم المعلومة. جميل ولا لا؟ الحين بنناقش التعريف، لذا اللي عنده وقت يحفظ، أي لأنك تفهم وتصيغها بسيطة. يعني أنا زي أقول لك أنا والله يا أخي اليوم الصباح استيقظت الساعة 7 صباحا وتناولت فطوري ثم ذهبت إلى عملي وقضيت هناك 7 ساعات. حلو. يجي واحد يقول ايش سوى رياض؟ يقول والله يا اخي قام من الصباح وافطر وراح العمل ورجع يوم انتهى الدوام. نفس المعنى ولا من نفس المعنى؟ صحيح. اللهم انا اغفر قضيه 7 ساعات. نفسه هذا 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 اللي احنا نبي نوصل له، لان هذه الامور ايش تحفظ وايش تخلي؟ كلام بني ادم. اختلفت الصياغه ولكن المعنى صحيح. جميل. طبعا زي ما اكدنا على لذا انا حبيت اؤكد على النقطه هذه لانه يكثر عليها السؤال. طيب يقول تعرف ما هي التغيير وتختلف باختلاف وجهات نظر الباحثين. والله يا اختي سميه شرحي تو ما عاد تحتاج الاسامي، يعني بعد الكلام اللي انا قلته تو في انك اهم شيء انك تفهم، ما عاد له قيمه انك الاسامي، اللي بيحفظ الاسامي الله يقوي يحفظها. طيب تعرف مفاهيم التغيير تختلف باختلاف وجهات نظر الباحثين. يقول في البعض يستعين بزاوية الأسباب، هناك من ينظر للتغيير والتطوير التنظيمي من خلال أسباب التطوير، لماذا نحن نطور، وبعضهم يراه من زاوية النتائج، ما هي نتائج التغيير. لما تقول لي والله نحن نغير في المنظمة لأن المنظمة تواجه تحدي كبير في السوق كمثال، هذا سبب. يقول لك والله نحن نطور ونغير للحصول على أداء متطور للمنافسة على حصة سوقية جديدة، هذا من وجهة نظر النتائج كمثال. يقول هناك إذا مفهوم التغيير لا يزال غير واضح. لماذا يقول غير واضح؟ القضية غير واضح أنه يبقى متغير متحول على حسب رأي الباحث ورأي البيئة اللي هو يبحث فيها والأسباب أو النتائج أو مضمون التغيير. يقول هناك طبيعة التغيير من حيث المضمون والشكل، وهناك علاقات التغيير من حيث الترابط والتشابك في قضايا وفي معايير مترابطة ومتشابكة أسباب ونتائج، هناك مضمون التغيير وشكل التغيير، هناك العلاقات التبادلية والسببية، هناك الاتجاه والتأثير والتأثر، هناك القابلية للتغيير من حيث المرونة التي تقبل التغيير أو عدم قبول التغيير. الحين أنتم موجودين أشوف العالم جوين واضح الصوت زين؟ كويس كويس كويس. خلينا نجي الاستاذ بيكارد وش يقول. خلينا نقول الاستاذ بيكارد وش يقول. طيب بيكارد يقول، ركزوا معي، احنا الان بنناقش دخول مفاجئ. طيب يا احمد زين، دخول مفاجئ هذا حلو، دخول مفاجئ للزملاء كويس. طيب خلينا نشوف ديكارد، الأستاذ ديكارد وش يقول. يقول ركزوا معي، يقول التغيير والتخطيط التنظيمي، أو خلينا نقول التغيير التنظيمي، تغيير يعني أنت بتغير شيء، تنظيمي منظم أو في المنظمة. يقول جهد مخطط، شو يعني لكم جهد مخطط؟ جهد مخطط أي أنه ليس عشوائيا، يعني ما قام من النوم وقرر أنه يغير، لا، جهد مخطط يحتاج إلى هي جهد وعمل يبذل، ومخطط أي مدروس. شكرا. مخطط أي مدروس، له بداية ونهاية، له أسباب، له نتائج، له. فهو إذا جهد مخطط. اثنين، يشمل المنظمة بأكملها
يشمل المنظمة بأكملها، يعني لما تبي تغير تغير في المنظمة كاملة، لأن التغيير هذا بيأثر على كل أجزاء المنظمة. فأنت مثلا لما بتغير مثلا طريقة تقديم ناخذها بعدين في التفاصيل، طريقة التقديم على الإجازة في الشركة، فهذا بيتأثر فيها كل المنظمة بلا استثناء، صحيح ولا لا؟ أحد الأمثلة. إذن جهد مخطط يشمل المنظمة بأكملها ويدار من من الأسفل، صح ولا لا؟ من الإدارة الدنيا، من القمة، شكرا، من القمة، نعم، يدار من القمة. ليش يدار من القمة؟ سؤال أنا أسألكم إياه الإجابة خلال ثانيتين جاوبوني. لماذا التغيير يدار من القمة؟ الإدارة العليا، نعم، لماذا؟ لزيادة الفعالية من الرؤساء، لأن القرار الاستراتيجي لازم يكون الإدارة العليا. لم يا سلام، كلام جميل، لأن مسؤول الخلق جميل يكون المرجع جميل. كل إجاباتكم أنا أعتبرها ممتازة. فعلا الذي يقود التغيير يا جماعة الخير ببساطة هي الإدارة العليا، لكل الأسباب اللي ذكرتوها ولكل التوجهات اللي ذكرتوها. أشكركم على التفاعل، شيء رائع صراحة. أنا أهنيكم وأهني نفسي أني مع مجموعة مثلكم، لأن يعني فعلا شكرا لكم. بالضبط، هو من الإدارة العليا. إذا الإدارة العليا في الشركة في المنظمة لا تريد أن تغير، لن يتغير شيء. معليش، أنا لما أكون أنا موظف في إدارة المشتريات كمثال ولا المالية، ومدير الشركة أقوم أنا أقول والله قررت أني أغير، لا، لازم مدير الشركة هو اللي يتخذ القرار، هو اللي يقتنع. لأن التغيير طبعا ما يكلف، صح ولا لا؟ هل التغيير مكلف يا جماعة الخير؟ هل التغيير مكلف؟ هل التغيير مكلف؟ صدق والله، شو رأي عليكم؟ الوحيد اللي قال نورة، قالت نعم مكلف، ما في شيء اسمه مش مكلف. لا يوجد تحول أو أكشن، أو أكشن يسمون أكشن بلان، خطة تحول أو تغيير غير مكلف، إلا مكلفة تبي تخطط لها، تبي تجيب ناس ينفذون وناس يراقبون وناس يتابعون، تحتاج لها موارد ومصاريف مالية وتطوير بشري، جميل ولا لا؟ وتنجح ولا ما تنجح؟ لا يوجد تغيير إلا مكلف، صح يا ناس؟ صحيح، كل شيء له ثمن، جميل يا عفاف. الإدارة لها جدوى بالضبط، ما في. إذا جاك سؤال قال لك التغيير والتطوير التنظيمي تكاليفه قريبة من الصفر، صح ولا خطأ؟ بالضبط، أحسنتم، بالضبط. طيب، يقول أيضا ويدار من القمة بغية زيادة فاعلية التنظيم، اللي هو التنظيم اللي مش مقصود بالتنظيم، مقصود بالتنظيم اللي هو المنظمة، الشركة، كانت شركة في قطاع خاص، كانت منظمة حكومية، كانت دولة، كانت طال عمركم والله قطاع غير ربحي، أيا كان، أو زيادة الفعالية. طبعا لما تقول الفعالية وش المقصود؟ وش المقصود في الفعالية؟ أنه تحقيق أعلى النتائج ممكنة بأقل تكاليف وتحقيق جودة. إذا عندنا الفعالية تشمل السرعة، سرعة الإنجاز، جودة الإنجاز، تقليل التكاليف. طبعا لما نقلل التكاليف يعني إيش؟ زدنا الأرباح. طب تقول لي يا دكتور برضو في الدولة؟ نعم، حنا قضية التكاليف لما نتكلم عن التكاليف أي شيء له تكلفة، كل ما قلت التكلفة. حلو، أجي الواحد منكم أقول يا أخي راح اشتر لنا جيب لي الآن سيارة، يقول لي كم السعر؟ أقول لك الآن أنت خدت إدارة المشاريع. إدارة المشاريع تعتمد على ثلاثة زوايا: الكوست اللي التكلفة، والتايم اللي هو الوقت، والجودة اللي هي الكواليتي، صح ولا لا؟ لازم تكون على حسب ما خطط له، صحيح؟ طيب لما يختل أي جزء من هذه الأجزاء، هل نقول عندنا إدارة المشاريع كانت ناجحة ولا فاشلة؟ 3 C's أحمد، فاشلة. ليش؟ لأن إنزالة التكلفة يقولك والله رح أهم شيء تخلصه المشروع هذا بغض النظر عن التكلفة. شو بغض النظر؟ يعني دبلد مثلا، كيف بتنافس؟ دبل السعر، اختل أحد الجوانب، صح بالضبط. فإذا هذه الفعالية بغية زيادة فعالية التنظيم، كل ما ذكرناه سابقا، ويجوز أيضا ناخذ تطبيقات عليها اللي هو الهندرة. يقول من خلال إدخال تحسينات وتدخلات مدروسة في عمليات التنظيم، وذلك باستخدام نظرية العلوم السلوكية. لماذا العلوم السلوكية؟ سؤال سريع الإجابة عليه في ثانية. لماذا قال العلوم السلوكية؟ صراحة أنتم
تجدون الواحد يتناقش معكم مرة ممتازين. لكن يعني هذا كله من لماذا قال العلوم السلوكية ما في ترى صح وخطأ؟ أعطنا إجابتك. أنتم فرصة أنكم الآن تقدمون. ترى يا أخوان شاركوا، يا أخوات شاركوا، ترى ما في صح وخطأ، بالعكس حنا نتعلم هنا، والعلم يتحمل أنك تعطي رأيك. وترى على فكرة كثير من قادوا العالم وأحدثوا التغيير في العالم هم من اتهموهم يوم من الأيام بالمجانين. تذكروا الكلام هذا؟ الإخوة رايتس، عباس بن فرناس، ستيف جوبز، وقيسوا عليه اللمبات والدنيا كلها ما تتلم المجانين. اليوم من الأيام كانوا مجانين بالضبط، سلوك الأشخاص اللي هو السلوكية. صحيح بالضبط، أحسنتم. يعتمد على النظرية السلوكية، لأن أهم عنصر ذكرناه في عملية التغيير والتطوير التنظيمي وشو؟ الفلوس. صح؟ صح؟ الإنسان. لا مو بالفلوس يا الإنسان، العنصر البشري هو الأهم. خذوا الحكمة يا أخوان المدنيين، مو بيقصرون، مو بداهن ترى. طيب العنصر البشري هو الأهم، العنصر البشري هو الذي بيدير الفلوس، هو اللي بيدير الأدوات المادية، هو اللي بيدير التغيير، هو الأساس. لك أن تتذكر أن الله عز وجل لما خلق السماوات والأرض جعلك مستخلف فيها، وجعلناكم خلائف في الأرض. لو والله يبغى الفلوس قال وجعلنا المال خلائف في الأرض، قال الإنسان. صح ولا لا؟ أنت وأنت سر التحول أيا كان، للصح أو للخطأ، للأعلى للأسفل، لليمين لليسار، هو أنت. جميل، كلام منطلق؟ في أي اعتراض؟ في أحد معجب الكلام؟ في أحد يرفض بعض الأفكار؟ لا؟ كويسين ما شاء الله. طيب أوكي زين. صحيح الإنسان فعلا. طيب طب خلونا أما فرنش، فرنش وبالثنين هذولي برضو بعد متحمسين، فيعرفان التغيير بأنه جهد ونشاط طويل المدى. وش الإضافة هنا؟ جهد فوق في جهد، مخطط ونشاط. هنا ايش قالوا؟ أضافوا الوقت. لحظة اللي قال وقت منه. جميل، لاحظتوا أنتم الآن التغيير في الموضوع، أضاف الوقت. يعني الآن التعريفين متشابهة، هذا أضاف عنصر الوقت أنه على المدى الطويل. لاحظتم؟ إذا التعريف الإضافي، القطعة الإضافية في التعريف أنه طويل الأمد أو طويل المدى، أي أنه استراتيجي، أي أنه استراتيجي. لو جاءك سؤال وقال لك التغيير والتطوير التنظيمي يعتمد أساسا على، يعتمد اعتماده الكلي على خطط قصيرة المدى، صح ولا خطأ؟ خطأ. لماذا؟ طب عفوا ليش السؤال اللي يطرح نفسه الآن، السؤال اللي بوجهه لكم، ليش تعتقدون أنه هو يحتاج إلى طويل المدى؟ سؤال مهم. خلينا نشوف ما شاء الله، مدامكم يعني ما شاء الله تبدون شطار يعني قولتهم، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. السؤال لماذا يعتمد على طويل المدى؟ خلاص انت هنا مسافة خطأ ولا أنا متأخر يعني؟ أوكي. طويل المدى طويل المدى طويل المدى طويل المدى خطأ طويل المدى خطأ سطحي طويل المدى طويل المدى طويل المدى لأنه يأخذ وقت. نتائج مدى وقت مدى قصير لأنه في أهداف وخطط يوضح تغيير، لأنه في حياتنا نحتاج تحسين مستمر للنتائج التغييرات لازم فرق مدى خطأ 50. أوكي ممتاز ممتاز ممتاز. أي معلق اللي شايف صدقت. طيب فعلا بالضبط، لان استراتيجي، لان التغيير والتطوير يحتاج الى وقت. لما تيجي تقول والله بنزيد ربحية الشركة، احنا قررنا ان نزيد ربحية الشركة، شركة الان تربح مثلا 100,000 ريال في السنة، حلو، لانها تبيع هي مثلا 200 تبيع ب 300,000، رأس مالها كلها هي 400,000، يقول والله رأس مالها 400,000 ويبيع سنويا ب 200,000 ويربح 100,000، حلو ما شاء الله عليه 50%. يقول والله احنا بنحط خطة الآن خلال 6 شهور نبنزيد أرباحنا 500,000. نقول له صح ولا نقول له أنت حالم؟ نقول له أنت صح ولا أنت حالم؟ رأس مال 400,000 وبيع ب 200,000، حلو ولا لا؟ ويربح 100,000 خلال 6 شهور بيزيد أرباحه 500,000، ممكن؟ هل هذا ممكن؟ ممكن ليش لا؟ كيف يا شوق؟ كيف؟ إذا رأس مال الشركة كلها 400,000 وهو الآن يبيع 200,000،
كيف يستطيع خلال 6 شهور يزيد، وهذا ما عنده غير كذا، كيف يستطيع ان يزيد المبيعات الى 500,000؟ راس مال الشركه كلها 400، هل معقول يبيع ب 500,000 وراس ماله كلها 400؟ معليش يا احمد، خطه التغيير يا جماعه الخير، هذا جميل تعليقكم، انا معجبني، هذا كلام جميل، هذا اللي بنعالجه في الماده، طرحكم ممتاز صراحه، انا لا اعتراض عندي. الكلام الاخ اللي قال ممكن مع الجهد، ممكن مع التغيير، ليش لا، ترى هذه إجابة ليست خاطئة، عشان كذا بنناقشها بعد شوي، ترى بتجدون الكتاب يناقش هذا بعمق كبير، بس عشان إجابة سريعة على القضية دي، يجب أن يكون بعد شوي بناخذ خصائص التغيير، يجب أن يكون التغيير عاقل منطقي بالإمكان، ترى هدف ممكن القياس، يعني واحد يجي يقول اليوم الآن 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 وحنا جالسين أنا وياكم في هذه اللحظة، واحد منكم يقول والله أنا إن شاء الله قررت الأسبوع الجاي أتخرج من التعليم عن بعد وأخذ شهادة إدارة الأعمال بكالوريوس، يقول له صح ولا خطأ؟ يقول له ممكن ولا غير ممكن؟ جاوبوني بس. شلون؟ سلامات، حلو حلو حلو، بس وصلت الإجابة. غير ممكن. إذن في سمارت جول، في هدف، يكون هدف منضبط، صح ولا لا؟ هدف منضبط، إلا كان هذا يمكن بيقلب النشاط من بيع جوالات، يمكن حتى يمكن استغفر الله لو بممنوعات هم ده. كلام صادق. إذن لابد يكون الآن بعد شوية بنطلع عليها. شكرا على مشاركتكم. طيب يقول جهد ونشاط طويل المدى يستهدف تحسين قدرة المنظمة على حل مشاكلها. ها، في شيء جديد هنا، في شيء جديد، حل مشاكلها، يعني قد يكون أيضا زيادة الفعالية أيضا هو لحل المشاكل، التغيير التنظيمي لحل المشاكل وتجديد ذاتها، يعني مثل بالضبط الواحد منا اللي مثلا يشكر نفسه يعني عشان يطلع كويس، صح ولا لا؟ يعيد حل المشاكل اللي موجوده من خلال اداره تشاركيه وتعاونيه وفعاله لمناخ التنظيم. دكتور تكفى تكلم بشويش، فالكلام ترى انتم الحين تناقشونه، ترى على فكره الكلام اللي انا قاعد اقوله هو تشاركي بيني وبينكم. طيب ترى مكتوب في الكتاب، معلش ترى انا قاعد أناقش اللي في الكتاب، اللي مع الكتاب يمكن يتابع معي، اللي تعتبر صفحة 2 من أول صفحة. طيب فجهد، قول جهد ونشاط طويل المدى يستهدف تحسين قدرة المنظمة على حل مشاكلها وتجديد ذاتها من خلال إدارة تشاركية تعاونية، يعني هذه إضافة، أن عملية التغيير والتطوير هي من القمة صحيح، ولكن تشترك فيها جميع المنظمة. يعني إذا أنا كنت مدير المنظمة وقررت أني أغير وأطور، أنا كيف بغير وأطور؟ أنا بضع الخطط وبصرف فلوس، لكن من اللي بيساهم في التغيير والتطوير؟ الموظفين، صحيح ولا لا؟ إذا هو عمل جماعي، وتعطي تأكيدا خاصا للعمل الجماعي الشامل. لاحظتم الآن الفرق بين التعريفين؟ التعريفين فيها تشابه، ولكن كل واحد منها ركز على ناحية، ولكن كلها أصبحت سهلة. يعني الآن لو تسأل، الآن أنا حطيت الكتاب على جنب، عملية التغيير التنظيمي هي جهد مخطط مبذول، وهو يكون طويل المدى، تقوده الإدارة العليا، وهو عمل تشاركي بين جميع أفراد المنظمة بهدف حل المشاكل وتجديد المنظمة لزيادة فعاليتها طيب ومنافستها في السوق. أنا قلت لكم هذا، أنا قلت هذا الكلام اللي ناقشناه، شو رأيكم؟ ترى أنا حاط الكتاب على جنب، ما في، لاحظتم؟ نفس الفكرة، هالكلام هذا فيه اعتراض؟ جمعنا بين الاثنين ترى. هذا اللي نبي نوصل له، الله يسعدكم. نبي نوصل انكم انتم ناس متعلمين تعليم عالي، تقدمون ابدا، هذا قال التغيير، قال التغيير. اللي قالوا لكم جو ناس يفلسفون عليكم يتكلمون الانجليزي، هذول يقولون تشينج مانجمنت، هذول طيب هذا هو ترى، ما في شيء جديد. احنا نحاول نبسط التحدي دائما، التحدي دائما التحدي دائما الله يعافيكم، ان تقدم المعلومة بطريقة يفهمها الجميع، هذا التحدي. أما أني أعقد لك، أقدر ترى أعقد التعريف. التحدي دائما كل ما أردت أن تعرف أنك فاهم الفكرة أن تقدمها بشكل مبسط يفهمها الجميع. أما من يقدم لنا أفكار معقدة بعض الأحيان هو يكون أصلا مفهمة، وأنا من تجربتي مع القراءة والكتابة والتعلم مثلكم اكتشفت أن الطريقة المعقدة هي تعني أن الشخص فهمه محدود أو ما يقدر يوصل الفكرة. لذا وجدت من أعظم الكتب في العلوم بما خاصة في إدارة الأعمال أكثرها بساطة،
تلقاه كاتبها بروفيسور كبير، تقراها تستمتع بالكتاب تقول هذا اي، اقول لك ايه هذا اي فكره، لكن المعنى مو هنا، المعنى في التطبيق، المعنى بالتطبيق. طيب خلونا نشوف روبنسون وش يقول. يقول التحرك والانتقال من الوضع الحالي الذي نعيشه الى وضع مستقبلي اكثر كفاءه وفعاليه. والله الاخ روبنسون مريح راسه، قال ان تنتقل من حاله الى حاله، طيب من الواقع الى المستقبل باكثر كفاءه وفعاليه. طيب يقول احمد طاهر التغيير خطه طويله المدى لتحسين اداء المنظمه في طريقه حلها لمشاكلها وتجديدها وتغييرها لمماراساتها الاداريه، وتعتمد هذه الخطة على مجهود تعاوني بين الإداريين على الأقل بحسبان البيئة التي تعمل فيها المنظمة، على التدخل من طرف خارجي، على تطبيق العلوم السلوكية. هذا جاب كل التعريفات حطها مع بعض في ثلاث سطور، لاحظتم؟ هذا جمع باقي التعريفات. أنا يعجبني جميل أنكم أنتم الآن تعايشتوا وعرفتوا كيف تتعامل مع التعريفات، عشان في حياتك مستقبلا لا تكون التعريفات سبب في قلق البعض. حتى لو كان معقد، ترى انا ما عاد يهمني يكون معقد، هو جمع بعض. لان لما قال تدخل من طرف خارجي، وش يعني وش يعني البيئه التي تعمل فيها المنظمه؟ هي لا، البيئه اللي تعمل فيها المنظمه هناك بيئتين للمنظمه، بيئه داخليه اللي هم المدير والموظفين وطريقه العمل والاداء، هذه بيئه داخليه. البيئه الخارجيه بناخذها بعدين بالتفصيل، هي البيئه التي تؤثر على المنظمه من الخارج، ان كانت بيئه الانظمه والقوانين، ان كان الموردين، إن كان المنافسين، إن كان المستهلكين، صح ولا لا؟ هذه كلها تسمى بيئة خارجية. أيضا ايش يقول؟ التدخل من طرف خارجي يقصد أنك قد تأتي بشركة استشارية أو مستشار يقود لك عملية التغيير والتطوير في شركتك. في أي اعتراض؟ في أي إضافة؟ في أي رفض لما سبق؟ أنتم كويسين. أوكي. خلنا الحين طبعا وفيما يلي يقول شرح جوانب هذا التعريف تغيير والتطوير. طبعا شرحنا خطة طويلة الأجل، فلا يمكن توقع تغيير وتطوير في أهداف خطة ممارسات المنظمة بين يوم وليلة، حيث تعتمد التغيير على نفس طويل الإداريين. خطة التطوير والتغيير تحتاج إلى أكثر من سنة، وذلك حتى يمكن تحقيق أهداف التغيير. حلو. باء والتغيير أيضا هو لحل مشاكل وتجديد ممارسات، حيث يهدف التغيير إلى تقوية جهود المنظمة في مواجهة مشاكلها. المواجهة تتم من خلال تطوير أسلوب متميز للمنظمة لحل المشاكل والتكيف مع الظروف البيئية الداخلية والخارجية. أيضا يقول لك جهود تعاون للإداريين، فالتغيير يحتاج إلى تعاون إداريين والتنسيق بينهم. حلو. يقول مجهود تأثير التأثر ببيئة المنظمة. هل نقطة جميلة ومهمة؟ ما تقدر تعمل في مأزق. يقول والله إحنا طبعا الوقت أحسن تحمل، الوقت فيصل في الموضوع، الوقت فيصل في الموضوع عموما. أي هدف يحتاج إلى وقت، أي هدف بلا وقت محدد هذا سوالف. مش أنا سوالف، سوالف. يجيك واحد يقول لك شو رايك نسافر، تقول له تم. معلش تقول له تم بنسافر متى؟ والله نشوفها. والله يا أخي يجيك واحد متحمس داخل عليك مع الباب بيطيح في الدنيا، يقول خلينا نسافر متى؟ والله ان شاء الله بنشوف. متى؟ يا رجال بنشوف. تاخذك 10 سنين وانت يلا بنشوف. واضحه؟ فالهدف مهم جدا، تحديد الوقت. تستغربون المثال بسيط صح؟ ترى هي الحياه، ترى الاهداف الكبيره والاهداف الصغيره تحتاج لتحديد وقت. تقول يا رجال السفر نتكلم عن انتاجيه، اقول لك هي نفس القضيه. التاثر ببيئه المنظمه، التغيير يجب ان يكون مستندا على فهم عناصر البيئه التي تعمل فيها المنظمه، ويقصد بها بيئه المنظمه البيئه الداخليه والبيئه الخارجيه بنوعيها البيئه العامه والخاصه. انت لازم تعرف انت تعمل في اي سوق ومع اي منافسين، ويجب ان تعرف قدراتك الماديه. شفتوا اللي قبل شوي ذكرناه، البيئه الداخليه، اللي الاخ اللي راس مال الشركه كلها 400,000 يبيع خلال 6 شهور ب 600,000 ب 500,000، بيئتك الداخليه تقول راس مالك محدود وقدراتك الماديه والمالية والبشرية محدودة، فكيف بتجيب لنا 500,000 ست شهور؟ ما ايش عفوا يعني حتى لو تبيع مخدرات من ده، صح ولا لا؟ صحيح؟ إذا يجب أن يكون في ظل منطقي. بعد شيء بناخذها. التدخل الخارجي، ونعني به الأطراف الخارجية للمنظمة مثل مكاتب الاستشارات الإدارية وأساتذة المتخصصين في هذا المجال، حتى يلزم أمر أحيانا تدخل كعنصر محرك
ودافع تغيير في المنظمة. يمدود ممكن بالغش لكنه برضو الرقم كبير يعني. التطبيق العلمي للعلوم السلوكية يجب على المنظمة أن تستند في جودة تغيير يعني مبادئ العلوم السلوكية والخاصة بتطوير الاتجاهات النفسية للعاملين وتطوير مهاراتهم واستعدادهم للتعلم وتقبل التغيير وتطوير مهارات العاملين. إذا التغيير تنظيم وتغيير موجه ومقصود وهادف وواعي يسعى لتحقيق التغيير في البيئة. إذا حكم أن جهد ومخطط وهادف وحل مشكلات، لماذا يستخدم العلم السلوكي؟ طبعا إدارة الأعمال فيها جزء سلوكي كبير، جزء نفسي كبير. طبعا لو تقرون أنتم الآن، لو تقرون الله يعافيكم علم النفس، عفوا علم النفس، لو تقرون اللهم صل على نبينا محمد التسويق، الصوت راح؟ لا ما يصير. طيب لو تقرون التسويق، جزء كبير من التسويق ترى علم النفس، جزء كثير كبير من علم التسويق هو عبارة عن علم النفس، صح ولا لا؟ لأنك تتعامل مع المشتري، كيف تقول عنه يشتري، كيف تقول أنا هذا أحسن شيء، يعني شيء ما تتصور. نفسيات المستهلكين بالضبط بالضبط هذا الكلام. فأنت النظريات السلوكية ترى علم إدارة الأعمال اللي بين يديكم الآن، القيادة الليدرشيب اللي أنتم درستوها ترى علم نفس وعلم اجتماع، صح ولا لا؟ الآن إدارة التغيير والتطوير التنظيم، لكنها مضمنة لما تجي تقرأها تجدها مضمنة في هذا علم النفس، لأنه بالأخير الإنسان زي ما قلنا هو العنصر الأهم على وجه الأرض. طيب يقول لك وقد فرق محمد حسن بين التغير التنظيمي والتغيير التنظيمي. شوف هناك في قضية تغير وفي تغيير. تذكرون الأسبوع الماضي لما ضربنا مثال وقلت من الآن أنتم وأنا لا زال يتابع أفلام كرتون، أفلام كرتون صح؟ أفلام كرتون؟ أفلام كرتون بنفس الحماس اللي يوم كنا في من عمر 5-6 سنوات إلى عمر 10 سنوات. تقولون السؤال هذا للحين، إلى الحين واحد منكم محتفظ بنفس الحماس؟ للحين يعني للحين اللي يعني يوم كنت عمرك 6 سنوات 7 سنوات وتابع أفلام كرتون نفسها إلى الآن؟ بطبيعته يتغير. شكرا. أنا هذا اللي بسمعه. هنا ما حصل تغيير، هنا حصل تغير، تغير طبيعي مع ازدياد عمر الإنسان وازدياد تجربته والتطلعات الجديدة. لما صار عمره 12 سنة صارت اهتماماته مختلفة نوعا ما، لكن للحين كان يتابع جزيرة الكنز، لكن ايش ما عاد يتابع انتم وجيري والله حلوين، لكن صارت جزيرة الكنز ولا جرين دايزر ولا سالي حلو ولا لا اكثر اهمية بالنسبة له، لانه طريقته في الخبرة وتجربته في الحياة لو صار عمره 12 سنة كانت تختلف عن عمره 6 سنوات. لما صار عمره 15 صارت اهتماماته مختلفة، لما صار 20 غير، لما يوصل بكرة 55 غير، لما 95 يختلف. فهذا يسمونه تغير طبيعي. هذا التغير، إذا التغير التنظيمي، خلنا نقرأ مع بعض أفلام ديزني تختلف نوعا ما، تخاطب شرائح عليا ترى، تخاطب الأطفال والكبار، وهذا نوع من الإبداع اللي يقودون ديزني في إنتاج أفلام تناسب جميع أفراد العائلة، يسمونها فاميلي موفي. ترى مو بسهلة، ترى مو بسهل أبدا، لأنك تضع فيلم لكن لو جيت حقيقة عدد الأشخاص اللي يتابعون الأفلام ديزني حقة الأطفال تلقى في الغالب آباء وأمهات يروحون مع عيالهم، لكن يلقونها ممتع. لا والله ما كان برنامج الحصر قديما، كان برنامج الحصر. فالتغير التنظيمي هو ظاهرة طبيعية ومستمرة في حياة المنظمات وتحدث دون تخطيط مسبق. فالتغير هو عملية تلقائية وعفوية قد تنجم تحت تأثير التغيرات البيئية أو المناخية ذات السبب بمدخلات المنظمة أو بعملياتها. يعني كمثال قرأتكم مثال واقعي حلو، التغير الحاصل اليوم في بيئة العمل في المملكة العربية السعودية من التوجه إلى توظيف السعوديين والسعوديات، لماذا؟
دون تخطيط مقصود فيه انه جاء. وش اللي صار الان؟ السعوده من زمان والحكومه تقول السعوده السعوده. قبل 3 سنوات اصبحت الحكومه جاده في قضيه السعوده، صح ولا لا؟ هنا تغير طبيعي ان المنظمه تتفاعل مع القانون اللي حصل، حلو ولا لا، وتضطر تغير لانها ما استعدت، ما سوت تغيير من قبل، ما قلنا التغيير مجهود مخطط. اذا انت كمنظمه لما تجي تتفاعل مع سعوده الوظائف بالسعوديين تصنع تغيير مسبق، تضع خطه للسعوده. لكن المنظمات والشركات اللي فجأة لقيت نفسها أمام نظام السعودة فكلفها كثير وخسرت طلعت من السوق، هذا غصب عنه تغير. لكن للأسف بعض التغير اللي حصل فيه اضطر إنه يخسر، هذا تغير طبيعي تفاعل معه. فإيش فاللي حصل؟ إيش غصب عنه، صح ولا لا؟ لأنه ما خططوا. فتلاحظ ظاهرة مستمرة تحدث دون تخطيط مسبق، لأن تغير النظام أو فعل النظام وأنت أصلاً ما استعديت له. لكن لو عندك خطة تغيير تغيير حقيقية لاستعديتها من بدري. لذا الآن في بعض الشركات الكبيرة لما صارت القضية هذه السعودة والتشدد فيها ما واجه مشكلة، يقول إحنا عندنا معهد لتدريب السعوديين والسعوديات من سنوات، ونسبة السعودة عندنا يقول في الشركة وفروعها العاملة 60%، بل نطمع خلال السنة القادمة إلى نصل إلى 70%. لاحظتوا؟ ما عنده مشكلة، ما عنده مشكلة، هذا عنده تغيير. عرفت الفرق بين التغير والتغيير؟ أما التغيير التنظيمي وهو تغير موجه هادف يسعى إلى تحقيق التكيف البيئي الداخلي والخارجي بما يضمن التحول إلى حالة تنظيمية أكثر قدرة على حل المشاكل. شاحظتوا الشركة الثانية اللي عندهم 60% سعودة كان مستعد من الأصل، ومشكلة السعودة مشكلة. والدليل كثير من الشركات تقول والله الحكومة فرضت علينا الآن تكلفة العامل تصل سنوياً 12,000، اللي عنده 10 موظفين يدفع 120,000، واللي عنده 1000 موظف طيب في شركات فيها 10,000 موظف، أي معلش مشكلتك إنك ما تحركت من بدري، صح ولا لا؟ واضح؟ طيب خلينا نجي لتعريف التطوير التنظيمي. طبعاً حنا بعد شوية تنتهي المحاضرة ساعة 10:15 وبننتقل للمحاضرة للغرفة اللي جنبها بإذن الله تعالى، يصير في فراغ كذا بدقيقتين بس الانتقال تغيير الأماكن. طيب تعريف التطوير التنظيمي إن شاء الله. يا أختي أمال بالنسبة للمواعيد هذا مو كيفي، هذا جداول محددة من قبل عمادة في التعليم عن بعد، ليس لي فيها قولة ناقة أو جمل، ما لي فيها يعني أي تأثير أبدا، هي محاضرات يعني محاضرات بعض مرتبط محاضرات أخرى. التغير التنظيمي ظاهرة مستمرة مثل ما الإنسان يكبر. الآن ماشي انظر لنفسك أنت الآن، خلونا نأخذ مثال عليك، خلونا المحاضرة الثانية نبدأ فيها التطوير، خلونا دقيقتين باقي أعلم أقول لكم الفرق بين التغير والتغيير على مستواك أنت الشخصي. طيب الآن التغير اللي يمر بالإنسان، إنسان يولد عمره دقيقة ثانية ثم يكبر، بعد شهر يبدأ يفتح دبره، طيب بعد 6 شهور يبدأ يأكل، سنة يمشي سنة وشوي ثم يبدأ يتحدث ثم يكبر ثم تتغير اهتماماته ثم تتغير الجسم ثم يكبر بشكل مختلف، صح ولا لا؟ هل لك أنت دور بهذا التغير؟ تغير اسمه، تغير يسمونه تغير فيسيولوجي جسدي ويتبعه تغير ذهني، صح ولا لا؟ طريقة التفكير، صح؟ هذا تغير ايش؟ طبيعي. هذا تغير طبيعي قاعد ينمو، انت ما تقول والله انا ابخطط اني اخلي عندي بسوي تغيير في وجهي، ايش بتسوي؟ بحط 3 عيون. لان ما تيجي 3 عيون، حط 4 عيون نظارتين نظارة، صح ولا لا؟ لاحظتم؟ ما في ما تجي طبعا. زين؟ لاحظتم؟ لكن خلينا نجي للتغيير. خلينا نجي للتغيير. التغيير أنتم التغيير إيش سويتوا؟ في لحظة ما قررت أن قاعد يكبر جسدك ويكبر عقلك ويكبر تصرفاتك، تغير طبيعي، قررت أنك تقود عملية تغيير ضخمة في حياتك، تغيير، وضعت خطة، جهد مدروس مخطط لإيش؟ لتطورك وزيادة فعاليتك، وبدأت من القمة، صح ولا لا؟ بأنك قررت أنك تلتحق بالتعليم عن بعد
وتحصل على شهادة جامعية. هذا تغيير ولا تغير؟ تغيير. لاحظتم؟ هل استوعبتم الفرق بين الآن بين التغير والتغيير ولا ما استوعبتم؟ التغيير شغلة أنت تخطط لها، التغير حاجة تحدث غصبا عنك. طيب حلو. طيب نشوفكم في الغرفة اللي جنبنا بإذن الله تعالى. ننطلق للغرفة الثانية. حياكم الله.